قصص نور وقصص حكمة وصبر أساميهم لنا خير وعطار نبتدي بآدم خليفة ربنا وفي محمد ننتهي خير البشر قصص نور وقصص حكمة وصبر حكمة وصبر ربنا وفي محمد انتهي خير البشر. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم من جديد في حلقة من برنامج قصص الأنبياء. في الحلقة الماضية كنا نتكلم عن نبي الله نوح عليه السلام، وكيف دعا قومه 1000 سنة إلا 50 عاما فلم يؤمن إلا القليل، ما آمن معه أحد، 34 وقيل 84 من آلاف من البشر كفروا بنوح وبرسالته، ومع هذا صبر، دعا قومه بكل وسيلة وفي كل وقت، حتى أوحى الله عز وجل إليه أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن، وقفل باب التوبة. وأوحى الله عز وجل إلى نوح كما نذكر أن اصنع الفلك. الفلك هي السفينة، وكان نوح عليه السلام يعيش في صحراء مع قومه، ولم يصنع سفينة في صحراء، هذا أمر الله عز وجل. قال ربي كيف أصنع هذه السفينة؟ من أي شيء؟ علمه الرب عز وجل أن يزرع شجرة معينة سنوات طويلة وهو يزرعها، حتى حصلت هذه الأشجار وحصدها نوح عليه السلام، وعلمه الرب عز وجل أن يقطعها. فبدأ الناس يمرون عليه، ما بال نوح؟ كان يدعونا إلى دين، كان يأمرنا بعبادة رب، كان يقاوم عبادتنا، الآن ترك كل هذا وبدأ يشتغل بالأشجار وبالنجارة وبالخشب، بدأ يقطع الأشجار هو والذين آمنوا. ما الذي يفعله نوح؟ لما يصنع هذا؟ يأتون إليه يسخرون عليه. ثم علمه الرب عز وجل أن يركب الخشب على الخشب بالمسامير، علمها نوح عليه السلام، وبدأ يصنع سفينة عظيمة في صحراء، وبدأ الناس يمرون عليه ويقولون له يا نوح أجننت يا نوح؟ كنت تدعونا إلى دينك، كنت تنصحنا، كنت تعلمنا، ونحن لا نؤمن بك، لكن أن تصنع سفينة في صحراء قاحلة، من يفعلها إلا المجانين. ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا من ضحك، استهزاء، سخرية، اتهام بالجنون، ونوح يصبر، بل نوح عليه السلام كان يرد عليهم ردا يعلمهم أن هناك يوم سنقف فيه عند الله عز وجل وترون من الذي يسخر من الثاني. ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه، قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون، فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. والناس سنوات طويلة تتعجب، ما بال هذا الرجل بدأ يصنع سفينة في أرض لا نهر فيها، في مكان لا بحر فيه، جبال وصحراء،
هذه البلاد التي كان يعيش فيها نوح عليه السلام، ما الذي يحدث؟ ما الذي يجري؟ والناس تسخر والناس تستهزئ، بل قالوا عن نوح عليه السلام مجنون، وقالوا مجنون، وقالوا مجنون وازدجر. فأوحى الله عز وجل إلى نوح: يا نوح، هناك علامة، إذا ظهرت اركب أنت والذين آمنوا في هذه السفينة. اكتملت السفينة وتم بناؤها في الصحراء. قال الله عز وجل لنوح: أرأيت هذا التنور الذي تخرج منه النار؟ تنور يخرج منه نار عند نوح عليه السلام. أرأيت هذا التنور؟ إذا رأيت الماء يخرج من هذا التنور، اعلم يا نوح أنها هذه هي العلامة، وهنا سيبدأ العذاب، فاركب يا نوح أنت والذين آمنوا في تلك السفينة. قصص نور وقصص، قصص نور وقصص، حكمة وصبر. ظل نوح عليه السلام ينتظر العلامة. أي علامة؟ إنه التنور يرقبه متى يفور الماء فيه، فإذا بالعلامة تبدأ. فعلم نوح عليه السلام أن العذاب سينزل، فأسرع إلى الذين آمنوا، قال لهم: اركبوا في السفينة. فنظر الناس إليهم: ما بالهم؟ أجنوا؟ أيركبون سفينة في صحراء؟ فركب أهل الإيمان، وأوحى الله عز وجل لكل الحيوانات ذكرا وأنثى، إلى كل حيوان، كل جنس، أن يركب منه ذكر وأنثى، من كل زوجين اثنين. فبدأت الحيوانات تركب، والطيور تقف، وأهل الإيمان فيها كلهم تجمعوا في هذه السفينة. وقال: اركبوا فيها بسم الله، لأن العلامة بدأت، لأن العذاب سينزل الآن. حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور، قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين، وأهلك إلا من سبق عليه القول، أحد أبنائه سبق عليه القول، وزوجته ماتت منذ زمن، وأهلك إلا من سبق عليه القول، ومن آمن، وما آمن معه إلا قليل. والناس ينظرون: ما بال نوح؟ فلما ركب السفينة وحمد الله عز وجل، نادى ربه جل وعلا وقال: إني مغلوب فانتصر. ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون. فلما ركب أهل الإيمان في السفينة والحيوانات معهم والطيور تجمعت، ونظر أهل الكفر لنوح وهم يضحكون عليه: ما باله؟ ما الذي حصل؟ هل جن نوح والذين آمنوا؟ بدأ العذاب، وبدأت السماء تفتح بالماء المنهمر، لم يكن مطرا عاديا، بل كدلو يصب الماء منه. ففتحنا أبواب السماء، المطر بدأ ينزل من السماء بغزارة، كأنه دلو يصب الماء منه. ليس هذا فقط، بل بدأت العيون تتفجر من الأرض، ماء من الأرض وماء من السماء. ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، وفجرنا الأرض عيونا، والتقى الماء على أمر قد قدر. وإذا بالسفينة تطفو في ذلك الماء، وحملناه على ذات ألواح، وحملناه على ذات ألواح ودسر. أما أهل الكفر اختبأوا في بيوتهم من هذا المطر الذي سينزل، فإذا الماء يعلو بيوتهم، هربوا إلى السطوح. تخيلوا كيف كانت الأم تحمل أولادها وتهرب، تخيلوا كيف كان الناس يصعدون إلى الجبال، يرقون الجبال، يهربون من أي شيء، من هذا الماء الذي ينزل من السماء ويتفجر من الأرض، ويعلو الطوفان شيئا وشيئا.
الشيوخ، العجائز، الأطفال، الأم مع أولادها، الأب مع زوجته، مع أولاده، كل الناس يهربون ويصرخون، وهي تجري بهم، وهي تجري بهم في موج كالجبال. صارت الأمواج بعلو الجبال، أرأيتم إلى الجبال وارتفاعها؟ هكذا وصلت الأمواج إلى الجبال، والناس يصرخون، والناس يغرقون، والناس يهربون، يبحثون عن أي مرتفع في الأرض. إنه عذاب الله نزل، إنها قدرة الله عز وجل. ماذا صنعتم؟ ماذا فعلتم بعد 1000 سنة من استهزائكم على هذا النبي؟ تسخرون منه لصناعته هذه السفينة في هذه الصحراء؟ الآن انظروا إلى قدرة الله جل وعلا، الأمواج تتضافر، والناس يهربون، والناس يغرقون، والناس يستغيثون ويصرخون، وأهل الإيمان تطفو سفينتهم، سفينة النجاة، سفينة نوح عليه السلام، والذين آمنوا وما آمن معه إلا قليل. نجى الله الحيوانات وأغرق الله عز وجل بشرا لم يؤمنوا به. بدأ الماء يرتفع شيئا فشيئا، ونوح والذين آمنوا على تلك السفينة ينجيهم الرب عز وجل. المطر ينزل والأرض تتفجر حتى صارت الأمواج كالجبال، وهي تجري بهم في موج كالجبال. بلغت الأمواج رؤوس الجبال، والناس يصرخون، والناس يبكون، والناس يصيحون، كل منهم الأم تحمل أطفالها لترقى بهم إلى رؤوس الجبال. وهي تجري بهم، وهي تجري بهم في موج كالجبال. نوح عليه السلام لما قال للذين آمنوا اركبوا في السفينة، اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها، إن ربي لغفور رحيم، قال الرب عز وجل وهي تجري بهم في موج. تخيلوا الموجة إذا وصل إلى الجبال. وهي تجري بهم في موج كالجبال. الأم تحمل أطفالها، الشيخ يركض، وكل الناس يهربون إلى الجبال. نوح عليه السلام في هذه اللحظات تذكر ابنه، أحد أبنائه اسمه يام، بدأ يبحث عنه بين المؤمنين، أين ابني؟ أين فلذة كبدي؟ نعم هو لم يؤمن، لكن ربما كان قد أخفى إيمانه. يسأل أبناءه أين أخوكم يام؟ قالوا يا أبانا لم يركب معنا. أخذ وهو على السفينة ينظر في الناس، من غرق ومن هرب ومن يصعد الجبال، فرأى ابنه من بعيد، رأى ابنه وفلذة كبده. يا بني، رأى ابنه بعيدا عن الكفار، الكفار في جانب وهو بعيد عنهم، فظن نوح أنه ربما كان قد أخفى إيمانه. ونادى نوح ابنه وكان في معزل، كان بعيدا عن الكفار، يا بني، يا بني اركب معنا، يا بني أدركنا، يا بني تعال في السفينة، لا زال في الأمر متسع، يا بني أدرك نفسك، يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. نوح عليه السلام في هذه اللحظات لم يتمالك نفسه، إنه أب وهذا ابنه، إنها العاطفة، إنها الرحمة في القلب، لم يستطع أن يتمالك نفسه، ينادي ابنه، لكنه العناد في ابنه، لكنه الكبر، قبح الله الكبر والعناد. فإذا بابنه يقول، قال سآوي إلى جبلي يعصمني، سآوي إلى جبلي يعصمني من الماء. لا زالت هناك جبال لم يغطيها الماء، قال سآوي إلى جبل يحميني من الغرق، يحميني من الماء. فرد نوح عليه السلام، لأنه يعلم هذا ليس بمطر، هذه ليس مياه عادية، بل إنه عذاب الله نزل. قال له نوح عليه السلام، قال يا بني، قال لا عاصم اليوم، لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. فإذا بنوح عليه السلام يرقب ابنه، ابنه يفر إلى الجبل ويرقى الجبل والماء تحته، ويصعد الجبل والماء تحته، ونوح يرقبه ويرقبه ويرقبه ويناديه، لكنه لا يبالي، قال الجبل سيحميني، الجبل سيحميني.
حتى إذا بالماء يلفظ ابنه، إذا بالماء يغرق ابنه، وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. كم حزن، كم حزن نوح عليه السلام على ابنه، ولكن هذا أمر الله عز وجل، لا شفاعة لأنه ابن نبي. أمر الله إذا نزل لا يشفع فيه أحد، ولا يرد أمر الله عز وجل أحد. أما أهل الإيمان فقد حمدوا الله عز وجل، وقالوا الحمد لله، وقالوا الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين. السفينة تجري في البحر، والماء طغى، وتحولت الصحراء إلى بحر ذات أمواج، بحر عظيم غطى حتى رؤوس الجبال. قبل لحظات كانت صحراء قاحلة، الآن الماء يجري في كل مكان حتى غطى الماء رؤوس الجبال. إن الماء طغى، إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية، أي السفينة، لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية. إذا بالسفينة ظلت على سطح البحر أياما وشهورا، الله أعلم بها كم ظلت السفينة تجري. الماء غطى الأرض كلها، لم يبق في الأرض حي إلا نوح والذين آمنوا، إلا نوح وأصحابه، لم يبق في الأرض حي لا من الحيوانات ولا من الإنس. إنه أمر الله عز وجل، إنه الطوفان، إنه الماء. لما يكون جنديا من جنود الله عز وجل، نوح طلبا من ربه طلبا، قال ربي، أخذ يدعو الله عز وجل، قال ربي إن ابني من أهلي، مهما حصل لكن يبقى ابني يا رب، القلب يتفطر عليه، لا زال إنه أبوه. قال ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. نسيت، نسيت يا نوح أن الله عز وجل قال لك لا تخاطبني في الذين ظلموا؟ ما يدري نوح، ربما كان مؤمنا وكتم إيمانه، ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. فرد الله عز وجل على نوح، قال يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح. إذا لم يكن مؤمنا تتقطع الأواصر والصلات، تتقطع الأرحام إذا لم يكن الإنسان مؤمنا. قال يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. هنا استغفر نوح ربه واستعاذ بالله عز وجل من هذا السؤال، قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم. كل هذا على السفينة، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. بعد فترة طويلة من الزمن، بعد شهور طويلة، ونوح عليه السلام مع الذين آمنوا يصلون، يذكرون الله عز وجل، يحمدون الله جل وعلا على ما حصل معهم من نجاتهم في ذلك الموقف العظيم. نوح كيف يعرف الآن أن الطوفان انتهى؟ أرسل حمامة فإذا بها تجوب الأرض، فرجعت ورأى رجلها إلى الآن، ثم أرسلها بعد زمن فإذا به يرى على رجلها آثار شجرة زيتون، علم أن الماء بدأ يتناقص. ثم بعد زمن رأى في رجلها طين، فعلم أن اليابسة بدأت تظهر. قيل يا أرض ابلعي ماءك، ويا سماء أقلعي، وغيض الماء وقضي الأمر. تناقص الماء وانتهى الأمر، واستوت على الجودي، وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي. السفينة رست على جبل في العراق اسمه الجودي، وقيل بعدا للقوم الظالمين. هبط نوح عليه السلام مع الذين آمنوا على أرض نجاهم الله عز وجل فيها من الكفار، فلم يبق في الأرض إلا نوح
والذين آمنوا ليعمروا الأرض مرة أخرى بإيمانهم وطاعتهم لله. انقطع النسل بعدها من كل الناس، فلم تكن هناك ذرية إلا لنوح عليه السلام وأولاده، فاصطفى الله عز وجل البشر مرة أخرى. قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك، فهبط نوح عليه السلام ونجى الله عز وجل الذين آمنوا وأهلك الكافرين لتعيها أذن واعية. قصص نور قصص قصص نور قصص حكمة وصبر. بقي نوح عليه السلام بعد الطوفان لسنوات يدعو أهل الإيمان، يعلمهم دين الله عز وجل ويبلغ رسالة الله. سنوات وهو يعلم أهل الإيمان دينهم، لم يبق في الأرض كلها إلا بعض المؤمنين ونوح معهم. إنها لحياة طويلة، 1000 سنة إلا 50 عاما، وهو يعلم الناس ويصدع بالحق ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون. لم يبق في الأرض إلا أهل الإيمان، ولكن لكل شيء نهاية. اقتربت نهاية نوح عليه السلام، قربت منيته، اللحظات الأخيرة. مرض نوح على فراش المرض، بالقرب منه ابنه، قال يا بني إني موصيك وصيح. قال أوصني يا أبي. قال اسمع يا بني، لو أن السماوات 7 والأرضين في كفة ولا إله إلا الله في كفة أخرى لرجحت بهن لا إله إلا الله. يا بني لو أن السماوات 7 والأرضين حلقة لقصمتهن لا إله إلا الله. فاعلم أنه لا إله إلا الله. دعوة الأنبياء بها بدأوا دعوتهم وبها تختم دعوتهم. ظل أهل الإيمان أهل التوحيد بعد وفاة نوح عليه السلام لسنوات الله أعلم بها، لكن ما الذي حصل؟ هل ظل التوحيد على حاله؟ هل ظل أهل الإيمان على إيمانهم؟ هل ظل الموحدون وتركهم إبليس وتركتهم الشياطين؟ أبدا. يا بني آدم، الله عز وجل ينادي بني آدم، يذكرهم بالتوحيد، فيقول لهم ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان. دب الشرك في الأرض مرة أخرى، وبدأت الشياطين تحرف الناس عن دين الله عز وجل. نعم توفي نوح، نعم أدى الأمانة، نعم بلغ الرسالة، وأهل الإيمان بقوا ولم تبقى إلا ذرية نوح عليه السلام، ولكن أهل التوحيد جاءت الشياطين إليهم، وبدأ الشرك يبدأ صغيرا وصغيرا وشيئا فشيئا. بدأ الشرك الخفي يدب في قلوب الناس حتى انتشر شيئا فشيئا، حتى كبر الشرك وانتشر في الناس وعظم، وبدأ الشرك الأكبر في الأرض مرة أخرى. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. لكن السؤال، ما الذي حصل بعد نوح عليه السلام؟ أول رسول إنه نوح، وهو أول أولي العزم من الرسل. بعد نوح عليه السلام من الذي أتى؟ ومن دعا الناس إلى التوحيد مرة أخرى؟ ومن أرجعهم إلى دين الله جل وعلا؟ وهل يترك الله البشر هكذا بغير كتاب ينزل أو رسول يرسل إليهم؟ هذا ما سوف نعرفه في الحلقة القادمة إن شاء الله من قصص الأنبياء. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قصص نور قصص. أنت سفيح وأنت كاذب، أنا بريء منكم ومن دينكم ومن معبوداتكم وأصنامكم. أنا أتحداكم، ماذا يمتلك حتى يقف أمام هذه الأمة العاتية الجبارة؟ اجمعوا أسلحتكم
وجيوشكم وقواتكم عناد، استكبار، إصرار، جحود. جندي واحد من جنود الرحمن أهلك تلك الأمة وأهلك كل الكافرين. قصص نور وقصص حكمة وصبر، أساميهم لنا خير وعطر. نبتدي بآدم خليفة ربنا، وفي محمد ننتهي خير البشر. يا سيرة خير، يا كل الخير، يا عز العز، يا ديني، لنا فيكم عبر وجمل، قصص تدمع لها عيني. يا سيرة خير، يا كل الخير، يا عز العز، يا ديني، لنا فيكم عبر وجمل، قصص تدمع لها عيني.